ضمان الأمن الغذائي بين التشريع والتشريح، فهل ينعش الدعم الطارئ الاقتصاد العراقي أم ينذر بمرحلة خطيرة؟ أقطابها أطراف سياسية في صلاح الدين، فوضى إدارية وصراع مصالح، فهي طبقة سياسية جديدة في المحافظة؟ حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. ولم يكتمل بعد وحدد الوقت الذي سيتم فيه تشريعه، ظاهره الأمن الغذائي وباطنه سياسي، فهل هو مخرج لمأزق الموازنة في العراق؟ فتوقيت مسودة القانون المراد تشريعه خاصة بعد قراءته لمرتين تثير العديد من علامات الاستفهام، حتى أن البعض عده مشروع موازنة مصغر بنكهة سياسية. إلى الجانب الآخر مشاهدينا، ومنذ أشهر والصراع على مناصب المحافظين في الوسط والجنوب يجري على قدم وساق من قبل كتل سياسية استطاعت أن تستحوذ على محافظات وآخرها بابل بإجبار المحافظين على الاستقالة تارة أو يقال بأمر من الكاظم تارة أخرى. ويعتقد بعض القانونيين إنها إجراءات غير دستورية ولا تقع ضمن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ولا حتى البرلمان، لأن من جاء بالمحافظ مجلس المحافظة المنحل. حرب المحافظين بلغت ذروتها ووصلت صلاح الدين، حيث تم التصويت هذه المرة على إقالة المحافظ في مجلس النواب الذي استقال من عضويته ليبقى محافظا، لكن بعد أن فقد مشعان الجبوري عضويته بسبب الدعوة المقامة ضده من حزب الحلبوسي، جعلت عمار جبر يبقى وحيدا يواجه مجلس النواب الذي صوت على أقالته بالأغلبية. في المقابل نجد أن صلاح الدين الآن يحكمها محافظان اثنان، ولا أثر ولا احترام لقرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربما تتطور الأحداث فيها ويندلع نزاع مسلح حزبي عشائري للحصول على منصب المحافظ. ابقوا معنا. إذا المشاهدين، فتح مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي استكمل مجلس النواب القراءة الثانية له في جلسته التي عقدت هذا اليوم، فتح بابا جديدا للخلافات بين القوى السياسية تحت قبة البرلمان، ما بين أطراف مؤيدة لتشريعه وأخرى رافضة له. ونتابع معكم مشاهدين هذا الملف بعد أن نشاهد سوية هذا التقرير. بالرغم من قرار المحكمة الاتحادية الذي أبطل شرعية قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، أعاد مجلس النواب مشروع القانون إلى جدول أعماله مستكملا قراءته الأولى رغم شبهات الفساد التي تحوم حوله، فأغلب معارضيه يرون أن خروجه من البوابة القانونية ودخوله البرلمان عبر الاتفاقات السياسية تحد لسلطة القضاء التي كبحت جماح حكومة تصريف الأعمال باعتبار أنها منقوصة الصلاحية. مصير القانون المقترح من قبل مجلس النواب سيكون مماثلا للقانون الملغى مسبقا، فبحسب القوانين النظمة للمجلس التشريعي يتعارض هذا المشروع مع الشكلية التي قدم بها، فالصلاحيات الممنوحة للمجلس لا تجيز له تقديم أي مقترح لقانون ذا جنبة مالية، ما يعني أنه سيصطدم بجدار المحكمة الاتحادية من جديد في أول دعوة ترفع عليه. عكس مسار التشريع وتقديم القانون بحلة جديدة، يعد مناورة قانونية لجأ إليها التحالف الثلاثي والتي سيكون للمحكمة العليا موقف منه. فالرغبات السياسية المخبأة بين فقرات القانون والتحذيرات من أزمة غذائية
تفوق إمكانات السيطرة عليها لا يمكن أن تقفز بالحلول الدستورية إلى الأمام، فتفاسير الاتحادية في إدارة الملفات الحيوية لا تعني القبول بالمخلفات القانونية. وعما يشكله قانون الأمن الغذائي المثير للجدل من انتكاسة اقتصادية كبرى سيدفع العراق ثمنها باهظا بالسنوات المقبلة. وأبرز ما يمكن إثارته بأن القانون جاء من حكومة تصريف أعمال يومية، في حين أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يسمح لمثل هذه الحكومة بالتصرف بالأمور والقضايا الاستراتيجية للبلد، وبالتالي فإن أي قانون يقدم مصيره الطعن. جاسم العلوي. نعم الموافقة. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام في الاستوديو النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي. أهلا بكم سيادة النائب ضيفا كريما، وكذلك الترحيب بالمحلل السياسي الدكتور مجاشع التميمي ينضم لنا بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم دكتور مجاشع. أبدأ معك سيادة النائب، موقفكم في دولة القانون، الإطار عموما معروف من قانون الأمن الغذائي أو الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وأسباب أيضا تحدثنا بها كثيرا، لكن بالمقابل أكو بديل لهذا القانون والبلد ربما والعالم يواجه أزمة قد تكون أزمة حادة بالغذاء؟ بدءا أرحب بك وضيوفك الكرام ومشاهدي قناتكم. حياك الله. قانون الأمن الدعم الغذائي، هذا القانون ابتعد كثيرا عن مضمونه والمحتوى الذي من المفترض أن تكون المحاور ضمن فقرات هذا القانون تصب في قانون أو في السلة الغذائية. هذا الذي حدد لهذا الهدف هو لاحظنا ابتعاده من خلال إضافة فقرات كثيرة وعديدة لهذا القانون، منها تنمية الأقاليم وأمور كثيرة ابتعدت على هذا العنوان، وكذلك لم تحدد المبالغ بشكل تفصيلي لما يخص السلة الغذائية. مع العلم السلة الغذائية لا تحتاج إلى رقم كبير مثل هذا المبلغ، وكذلك التفصيل شكد هو وصل المبلغ؟ يعني تجاوز 36 تريليون تقريبا، بدايته كانت 9 مليارات. نعم، فبداية يعني مع العلم كانت هذه البداية مبالغة فيها للهدف المحدد. لاحظنا أنه ذهب وابتعد عن المضمون الحقيقي. طيب القراءة الثانية ما كان بها أي تعديل؟ وأصبح عبارة عن موازنة مصغرة يعني بهذا التفصيل. شنو المشكلة إذا كانت موازنة مصغرة؟ بدل الموازنة ما موجودة، بدل أن نذهب إلى القانون إذا سمح لنا بتشريع موازنة مصغرة، لماذا لا نذهب إلى الموازنة الحقيقية التي هي بها معالجات شاملة دستوريا وقانونيا لا تسمح به، وكذلك الموازنة المصغرة هي نفس الشيء تحتاج بها جنبة مالية، وكذلك تصطدم بقرارات المحكمة الاتحادية، وبالتالي ذهبنا في نفق مظلم. لماذا لا نذهب إلى الطريق الواضح الذي يمكننا أن ننهي هذه الأزمة وننهي هذا الانسداد وننهي كل المعاناة لشعبنا العراقي، وهو الذهاب إلى توافق لتشكيل الحكومة والمضي بإقرار قانون الموازنة الذي هو يعتبر مهم وملزم يعني في هذه المرحلة. سيد مجاشع، هل إعادة قانون الأمن الغذائي كان أمر منطقي خصوصا بعد وجود الكثير من الإشكالات عليه ربما قانونية ودستورية ورفض المحكمة الاتحادية لهذا القانون،
وبالتالي فإن مجلس القضاء الأعلى أيضا أصدر بالمقابل بيان دعا فيه الجهات السياسية إلى عدم زج اسم القضاء في الخلافات والمناكفات السياسية والإعلامية. نعم، شكرا جزيلا أستاذ بشار، وتحية لضيفك السيد النائب المحترم. بالنتيجة سيدي العزيز، هو يعني هناك آراء تطرح حول قانونية هذا القانون ودستوريته، وبالنتيجة جاء قرار المحكمة الاتحادية الأخير ربما يعني ضيق الكثير من الخناق على يعني مجلس النواب، يعني سحب من مجلس النواب صلاحية التشريع إذا كان فيه يعني اقتراح المشاريع التي فيها جنبة مالية وأيضا الرقابة على الحكم. ولكن بعد ثاني يوم يعني جاء تفسيرا آخر للمحكمة الاتحادية سمح بطريقة أو بأخرى لهذا القانون لتمريره. ولحد هذه اللحظة هناك من يعتقد أنه هذا القانون يعني غير دستوري، وبعد قراره ربما سيلجأ الكثير إلى المحكمة الاتحادية لنقضه. لا. ولكن بطريقة أو بأخرى حتى القضاء هو بالنتيجة هي المحكمة الاتحادية فيها جانب سياسي، وهي المحكمة الوحيدة التي تشرف على يعني البرلمان والحكومة، وهي تدرك جيدا خطورة الوضع في العراق. وعلى هذا الأساس هو أصلا كانت، وحسب يعني أنا أتفق كثيرا مع السيد القاضي رحيم العقالي حينما قال أن المحكمة الحكومة التصريف الأعمال يعني حسب الدستور كان المفروض أن تكون 72 يوم، لكن للأسف نتيجة للخلافات وانتهاكات الدستور هذه الحكومة مضت أكثر من المدة المحددة لها، وهي الآن تعاني من مشاكل كثيرة وربما تطول في ظل هذه الخلافات وهذه المناكفات. طيب. والانسداد. طيب. لكن تطول. بالمقابل دكتور، يعني هناك أزمة متوقعة ومخاطر أنه تكون أزمة غذائية، لكن أكو بديل لحل أو تحضيرات لهذه الأزمة غير هذا القانون اللي بي ربما تجاوز على الجانب القانونية وغيره؟ نعم، هو في بدائل لحد هذه اللحظة، في بدائل غير الموازنة. غير الموازنة، لكن البدائل لم تكن بالمستوى الأزمة الحقيقية. معلوم أنه اليوم إحنا عندنا أزمة حقيقية، أزمة عالمية في ارتفاع الأسعار وأيضا شح المواد الغذائية خصوصا الحبوب. يعني اليوم حتى إذا توفرت يعني إمكانيات مالية للحكومة فهناك يعني خلل كبير وخطأ، يعني مشكلة كبيرة، وهو التعاقد، لأن الكثير من الدول المنتجة للحبوب وقفت تصدير الحبوب لخارج نتيجة الأزمة. وبهذا فإن الحكومة لديها الآن مشكلتين، المشكلة الأولى هي مشكلة توفير السيولة، والمشكلة أيضا توفير الجهات يعني المستورد منها. بحق هي فعلا أزمة حقيقية، وهناك أيضا الأمور غير مرتبطة فقط في المواد الغذائية، وإنما هناك اتفاق تم خلال هذا العام مع الجمهورية الإسلامية لتسديد ما بذمة الحكومة العراقية أو الدولة العراقية للجمهورية الإسلامية، وأيضا تم التعاقد على شراء يعني الغاز وتوفير الطاقة الكهربائية من إيران خلال 3 أشهر، وهي يعني أزمة الحر. معلوم أن إيران في هذه الظروف لا تحتاج كثيرا الغاز، وتم الاتفاق، وكان ضروري أن تدفع الحكومة خلال الأيام المقبلة بحدود 5 مليار أو أكثر بقليل من 5 مليار للجمهورية الإسلامية. هذه أيضا ستكون هناك مشكلة حقيقية. طيب. ونحن مقبلين على ارتفاع كبير في درجات الحرارة. طيب سيادة النائب، تزامنا مع هذه الأزمة المرتقبة عالميا وارتفاع أسعار عالمي، شنو سبب الإصرار على الإبقاء على سعر الصرف، صرف الدولار المرتفع اللي أثر كثيرا على الفقراء؟ قرار تغيير سعر الصرف يتطلب إجراءات يعني مسبقة، لأنه مثل ما قمنا برفع سعر الصرف كبد المواطن العراقي خسائر كبيرة، لربما إذا حاولنا إرجاعه إلى السعر السابق كذلك يسبب في مشاكل وتعقيد أمور خصوصا بجانب الاقتصاد العراقي. طيب، ما كان أجدر يمكن طرحه وتضمينه في قانون الدعم الطارئ على الأقل معالجة في نقطة واحدة لخفضه نسبيا؟ هو كانت ورقة بيضاء معدة ومعالجات من المفترض أن تكون سابقة لأخذ هذا القرار، ولكن هذه النقاط المهمة منها يعني تنمية الاستثمار، معالجة مشاكل الفقر، يعني تطوير الجانب الزراعي، غيرها لم يكن تقدم في هذه النقاط. تكون هذه خطة مسبقة للحكومة من المفترض لأخذ مثل هذا القرار لتغيير سعر الصرف، ولكن هذه الخطة لم تطبق بأرض الواقع من قبل برنامج واضح للحكومة. لذلك نتوقع أنه الأزمة الاقتصادية ما زالت قائمة، وخصوصا إحنا هسه نعتمد على تحسن أسعار النفط ومجمل الموازنة
تكون من نتائج أرباح النفط. يمكن هذه النتائج لم تكن مستقرة لمرحلة يعني لاحقة، أو هناك تغييرات بالوضع الاقتصادي من جانب النفط أو وجود أزمات، نرجع لنفس الأزمة الحاصلة هي العجز اللي دعانا إلى رفع سعر صرف الدولار، وحاولت من هذه النقطة الحكومة تعالج مشكلتها إنذاك في سيولة. طيب المشكلة تعالجت وسعر النفط ارتفع كثيرا، ليش حتى الآن إصرار على الإبقاء على هذا السعر؟ وتلاحظون أنه هذا يؤثر على الفقراء وأسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بشكل كبير، بينما نضخ أموال كبيرة كما مقرر في هذا القانون من أجل معالجة أزمة هي الحكومة افتعلتها. نحن مع ضد هذا القرار، أنا كدولة القانون مع ضد هذا القرار مسبقا، يعني كان موقف دولة القانون مع ضد هذا القرار بتغيير سعر الصرف. ربما كانت حلول أخرى موجودة مطروحة متيسرة، ولكن بعد ما وقعنا بهذه المشكلة يجب أن نخرج من هذه المشكلة بدراسة حقيقية، ماذا تأثير أخذ قرار آخر برفع سعر الدولار، ماذا يؤثر، يحتاج إلى دراسة معمقة قبل أخذ هذا القرار. طيب سيد مجاشة، معروف أن الحصة التموينية هي بطل زيت وشوية شكر وشوية رز وكمية من الطحين، هذا القانون بهذه الأموال الضخمة، خلينا نحكي عن الأموال المخصصة للمواد الغذائية تحديدا، ممكن أن تحل الأزمة وترفع من مستوى الفقراء وتعالج أي أزمة غذائية يواجهها البلد؟ شوف أستاذ بشار، احنا اولا بدايه احنا نتحدث انه هذا القانون هل فيه شبهات فساد، هل هناك ربما تكون فيه يعني جانب يعني فساد، هذا طبيعي. نتحدث بتفاصيل، يمكن قضيه الفساد كانت سبب رفض الاطار وجهات اخرى للتصويت على هذا القانون. احنا معلوم ان البطاقه التموينيه خلال السنوات الماضيه كانت تسلم بحدود ست حصص في السنه، وفي كثير من الاحيان لا تسدد الست يعني الحصص نتيجة لضعف التخصيصات المالية. هذا العام كان من المقرر أن يتم صرف 11 حصة تموينية للمواطن العراقي، وقد تم اتخاذ قرار في هذا في مجلس الوزراء، وأيضا شراء كميات كبيرة من الخزين الاستراتيجي، لأن ما معقولة دولة مثل العراق خزينها الاستراتيجي لأيام، وهذا يعني ما مقبول أصلا، خصوصا في هذه الظروف، ظروف الطوارئ، جفاف، وايضا الحروب الموجوده بين الحرب الموجوده بين روسيا واوكرانيا. وعلى هذا الاساس تم رفع يعني التخصيصات الماليه الخاصه بالبطاقه التموينيه. ربما يعتقد البعض يقول احنا كنا في عام 2001 وتقريبا 9 تريليون دولار، ارتفع هذه المره الى اكثر من 4 أضعاف، طبعا لان هذا مو بس للبطاقه التموينيه، ايضا شراء خزين، والمفروض كان المفروض ان تسلم للمواطن العراقي 11 حصه في السنه، لكن لحد هذه اللحظه لم تسلم نتيجه عدم وجود تخصيصات وعدم وجود مواد. طيب. هذه ربما رفعت الـ 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 الاسعار الكبيره، وجميع يعلم بذلك انه الاسعار ارتفعت اكثر من ضعف، حتى بالنسبه للشحن ارتفع. وعلى هذا الاساس انا كنت اتمنى انه القانون يمضي، وال يعني مجلس النواب يتخذ موقفه ومهامه. كيف يمضي دكتور مجاشة؟ انت ذكرت ان هناك قضيه شبهات فساد في هذا القانون، لكن الفساد الاداري والمالي اكو يعني شبهه او تاكيدات انه فعلا سيعود من ابواب اخرى بهذا القانون، باعتبار انه الموازنه اكو سياق لرقابة الأموال عندما يتم التصويت عليها وصرفها إلى الجهات المعنية الحكومية التنفيذية، لكن هذا القانون أكو به مجال لمتابعة هذه الأموال ورقابتها؟ احنا بالنسبة لقرار المحكمة الاتحادية الأخير سحب يعني صلاحية مجلس النواب بالنسبة لرقابة الحكومة، والمفروض الآن هو أن تكون المحكمة الاتحادية والمحكمة الإدارية هما من يقومان بمراقبة الحكومة. وعلى هذا الأساس احنا في بلد للأسف الشديد يعيش في ظل أجواء يعني فساد منذ العام 2003 وقبل العام 2003، لكنه استفحل. كان المفترض أن يمضي هذا القانون وتكون هناك رقابة من قبل القضاء العراقي على الحكومة العراقية، وبالنتيجة
يعني احنا معروف انه وزارة التجارة وكل الوزارات فيها يعني ملفات فساد كثيرة، وحتى الكثير يتحدث بصراحة عن حجم الفساد الموجود، لكن بالنتيجة احنا الان يعني ملزمين بتوفير مواد غذائية، يعني هذا اللي تتحدث عليه بطل الزيت وكيل التمن، هذا توقف الحصة التموينية سيؤثر تأثيرا كبيرا على ارتفاع المواد الغذائية، واحنا لاحظنا اذا توقفت الحصة التموينية ستلاحظ ان اسعار المواد الغذائية ستقفز اكثر من ما هي عليه الان، نتيجة لأن الكثير من المواطنين يعتمدون بطريقة أو بأخرى على المواد الغذائية، ومعروف أن وزارة العمل قبل يومين تقول أن عندنا 11 مليون عراقي تحت خط الفقر. سيادة النائب، من رفعوا سعر الدولار في البرلمان وبرأي الحكومة ووزير المالية قالوا حتى هذولاك الناس لا يبقون فلوس باعتبار كان غسيل عملة وغيرها، فلازم نرفع سعر صرف الدولار وخفض سعر العملة العراقية. اليوم أنتم مثلا ترفضون قانون الأمن الغذائي نظرا لشبهات فساد، فعلا شبهات فساد على هذا القانون والتصرف بهذه الأموال الكبيرة والطائلة، لو الجنبة السياسية تتحكم بهذا الموضوع؟ أعتقد هو ما دعانا لرفض هذا القانون، ويعني من خلال حواراتنا ومداخلاتنا في البرلمان لتعديل البنود، لأنه بنود هذا القانون الأمن الغذائي هي بنود بعيدة عن الهدف الحقيقي. يعني أنتم مرفضين القانون من الأساس، لكن أكو إمكانية توافقون على هذا القانون تصوتون عليه في حال تعديل فقراته؟ لو كان محددا في إغناء السلة الغذائية الكل مع هذا القانون، وتلافيا للأزمة الغذائية القائمة، يعني الكل مع هذا القانون، ولكن أخذ بعدا أكبر ولربما يتسبب في هدر الوفرة المالية الحاصلة والتحسن الاقتصادي خلال هذه الفترة. من المفترض أن تذهب هذه الوفرة المالية إلى تنمية مجالات أخرى مهمة جدا. قضية أن القانون يعني تفاصيله من ناحية القروض أوجه صرف ودين وإنفاق وأيضا إعطاء صلاحية تامة للحكومة بالتصرف بهذه الأموال، هذه الفقرة ممكن أن تعالج؟ طبعا هو يعني من الصعوبة يعني المراقبة على هذا المبلغ الكبير بسبب أنه يعني المبلغ يمكن مخصص لدعم المواد الغذائية وغيرها قليل بالنسبة للأموال المخصصة إلى أوجه صرف أخرى. نعم، هو ليش بقى اسم الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ تلاحظ أنه المبلغ المخصص للتجارة حسب ما يعني ظهرت معلومات أنه يتجاوز 8.5 تريليون، بينما يمكن نحقق هذا التأمين هذا بمفردات البطاقة بتريليونين فقط. لما هذه المبالغة في تحديد هذه المبالغ بالصرف؟ هذا كله ولا زالت كذلك الجداول لم تكن حقيقية وواضحة. اليوم من خلال جلستنا في البرلمان طالبنا بجداول حقيقية، ويعني السقف الزمني السقف لهذا المبلغ كم يكون، ولا زال إضافة فقرات جديدة غير محددة. هذا كله يعني دافع إلى أنه جدل حول هذا القانون، ويعني دعوات لتغيير او تصحيح من طيب اذا صار تغيير وتصحيح وتعديل على هذه الفقرات ممكن تصوتون على القانون؟ من الممكن اذا كان في مصلحه المواطن، ويعني كان هدفه معالجه هذه الازمه، ولكن نحن مع الذهاب الى اقرار الموازنه مثل ما انا معقوله يعني يتم اقرار الموازنه في الاشهر المتبقيه وحتى الان الخلافات السياسيه لم تصل الى حل؟ من الممكن أن يكون الموضوع سهلا، يعني قرار الحكومة خلال شهرين الموازنة جاهزة، ماكو مشكلة، يعني ندرك الوقت القائم يعني خلال هذه الفترة أحسن ما نذهب إلى حلول ترقيعية، ويمكن أن تذهب تصطدم بقرارات المحكمة الاتحادية ولا نصل إلى جدوى أو هدف من هذه اللقاءات وتشريع القوانين. طيب دكتور مجاشة، ما الذي يحق للمحكمة الاتحادية العليا الذهاب به بعدما لم يكترث البرلمان بقرارها وإلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ بس أستاذ بشار ممكن بس إعادة صوت غيره. نعم، سألتك يا دكتور شنو اللي يحق للمحكمة الاتحادية أن تتصرف بالمرحلة القادمة باعتبار البرلمان لم يلتزم بقرارها بإلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ هذا الموضوع يعني موضوعا دستوريا بالنتيجه مجلس النواب، هناك قلت لك هناك اكثر من راي، هناك راي يقول انه التفسير الاخير للمحكمه الاتحاديه اعطى الضوء الاخضر لتمرير هذا القانون، خصوصا هذا القانون فيه
أشياء مهمة وضرورية متعلقة بالجانب الخدمي والجانب الغذائي، وأيضا في موضوع غاية في الأهمية وهو تسديد ديون العراق، لأن العراق سيواجه يعني ربما فوائد كثيرة، لأنه هناك استحقاقات خصوصا داخلية وخارجية على العراق يجب تسديدها. ومعلوم أنه هذه الحكومة لحد هذه اللحظة ربما حققت شيئا إيجابيا، أنها سددت بحدود 20 خلال العامين 20 مليار دولار، ونتيجة هذا نتيجة ارتفاع وتوفر السيولة من ديون العراق. ديون العراق تقريبا بحدود 60 مليار دولار، تم تزيد يعني حسب المعلومات المتوفرة من وزارة المالية أنه بحدود 20 مليار دولار. وهذه الديون في غالبها طبعا هي ثلثي هذه الديون هي لداخلية، وهذه الديون الداخلية حينما يتم تسديدها من نتيجة سيكون لها تأثيرا على حركة السوق. فالحكومة أيضا وضعت جانب تسديد الديون ضمن هذا القانون، والمحكمة الاتحادية بعد إقرار هذا القانون ربما ستلجأ بعض القوى ومن ضمنها قوى الإطار التنسيقي إلى المحكمة الاتحادية في حال نقض هذا القانون أو يعني والوصول إلى اتفاق لتمرير هذا القانون نظرا لظروف المعيشية والاقتصادية التي تمر بها العراق. دكتور مجاشة، سيادتنا برجو أن تبقوا معنا ومشاهدين الكرام، لنذهب سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أقطابها أطراف سياسية في صلاح الدين، فوضى إدارية وصراع مصالح، فهل هي طبقة سياسية جديدة في المحافظة؟ إذن مشاهدينا، تجمع الآراء السياسية أن ما يجري في صلاح الدين هو صراع سياسي على منصب المحافظة الذي طالما كان يخضع لصفقات بين الفرقاء السياسيين داخل المحافظة، وبالتالي فأن عملية إقالة المحافظ تمت على ما يبدو وفق صفقة سياسية جرت بين أقطاب تحالف السيادة. في ملفنا الثاني نناقش هذا الموضوع بعد متابعة هذا التقرير. منصب وحيد ومحافظان اثنان، محافظ جديد ومقال يعيد تنصيب نفسه بعد حرب كتب وأوامر إدارية تتعلق بشرعية الحاكم المحلي. فهذا الكتاب الصادر من المحافظ المقال وبتصويت البرلمان عمار جبر ينهي فيه تكليف نائبه الأول إسماعيل الهلوب بإدارة المحافظة، ويعطي لنفسه حق العودة للمنصب مباشرة ليرد عليه الأخير بإعمام يخاطب فيه جميع الدوائر بعدم التعامل مع عمار جبر. هذه الخطوة تعكس حجم الفوضى السياسية والإدارية وحجم الصراع الدائري في محافظة صلاح الدين. في الحقيقة نحن نستغرب كثيرا من وجود هذا الصراع الذي تحول إلى الشارع، لا نعرف كيف نفسر التلاعب بالمناصب وعدم الاهتداء إلى الأطر القانونية حتى ولو كانت مصالح سياسية. لا بد من الرجوع إلى المراجع القانونية. ما معنى أن يهدد سياسي أو قائد سياسي بطريقة معينة لإقصاء محافظ، أو الطرف الآخر المقابل يهدد بطريقة أخرى؟ وتظهر مقاطع فيديوية عن توجه محافظ صلاح الدين المقال عمار جبر على رأس قوة عسكرية كبيرة محاولا الدخول لمبنى الإدارة المحلية التي وجدها مطوقة بقوات عسكرية من الجيش والشرطة. فالمحافظ المقال والمحافظ الجديد يمارسان مهامهما ويصدران كتبا وأوامر رسمية، وعلى إثر ذلك يتوقع قانونيون قرب إصدار المحكمة قرارا ينهي أزمة إدارة صلاح الدين. فيما يتعلق بإقالة محافظ صلاح الدين، نعم قرار مجلس النواب قد يبدو للوهلة الأولى أنه صدر موافق للقانون، لكن قانون المحافظات الغير منتظمة في الإقليم قد منح للمحافظ المقال صلاحية اللجوء للمحكمة الاتحادية العليا لغرض الطعن في هذا القرار، وبالتالي من سيقرر مشروعية أو عدم مشروعية هذا القرار والمحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي بعد صدور هذا القرار نعتقد أنه يصار إلى تنفيذه، وبالتالي من يمتنع أيضا سيصار إلى مساءلته وفق المادة 329 من قانون العقوبات العراقي. محافظ يعيد تنصيب نفسه ومكلف يمنعه من الدخول لمبنى المحافظة،
وبات من الضروري أن يقوم القضاء ورئاسة الحكومة بالتدخل الفوري لإنهاء حالة الإرباك في منصب محافظ صلاح الدين ووضع حد لمثل هذه التجاوزات كونها تهدد السلم المجتمعي، وباعتبار أن الخاسر الوحيد فيها هو المواطن الذي تتعطل حياته العامة بهذا الفعل الذي رتبت أحداثه بهذا الشكل كما يبدو. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل الملف الثاني من الحصاد. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم في الاستوديو النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي. أهلا بكم سيادة النائب، وكذلك نجدد الترحيب بالمحلل السياسي الدكتور مجاشع التميمي بالصوت والصورة من بغداد، وأيضا نرحب بالسياسي المستقل الدكتور زهير الشلبي انضمنا مباشرة عبر سكايب من نينوى. أهلا بكم دكتور زهير. أبدأ معك سيادة النائب، يبدو أن هناك حركة استحواذ على مناصب المحافظين، وشنو موقفكم كالإطار التنسيقي أو دولة القانون من هذه الحركة؟ وهناك تأكيدات أنكم مستهدفون بهذه الحركة. طبعا نحن في الضد من هذه المحاولات في ظرف استثنائي نهدف به إلى لملمة الوضع السياسي وعدم إدخال أنه أي مكون بصراع لغرض الانسجام والتوافق في هذه المرحلة الصعبة والمضي بأمر مهم هو تشكيل الحكومة. لذلك هذه الإجراءات في هذا الوقت كانت عمقت في الانسداد الحاصل وتأزيم الأزمة السياسية، وخصوصا لما نلاحظ موضوع إقالة محافظ في ظرف وما وراء هذا المحافظ جهة سياسية، راح أيضا يدخل الكتل السياسية في سجال وانسداد مما لا يدعو إلى أداء لا سلاسة في إجراء. إذن أشرت مخاطر لهذا هذا الطريق، لكن بالمقابل وين البرلمان من الذي يصير بصلاح الدين خصوصا أكو محافظين حاليا؟ تلاحظ أنت النفوذ السياسي الحاصل داخل البرلمان ماضي يعني بتغييرات يهدف إلى أنه تأسيس ان الدولة العميقة. هذا الذهاب الى هذه الطريق لربما في هذه الظروف هو خطر على العملية السياسية برمتها. لذلك نلاحظ رفض لهذه الإجراءات، وهناك مناشدات وحوارات تخص هذا الموضوع. يعني لذلك انه في هذا الوقت لا نحبب هذه الإجراءات، وحتى لو كانت من صلاحيات الحكومة ان يعني تدفع بمن ينحرف بمسيرته بعمله بوظيفته طيب. إلى البرلمان وأخذ قرار من خلال البرلمان. نطلب خلال هذه المرحلة تهدئة الأمور ولا نشجع الأزمة السياسية الحاصلة. طيب، على الأقل التزام بالسياقات الدستورية وقانونية. دكتور مجاشع، قرار البرلمان بإقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر أثار فوضى إدارية وسجالات سياسية وربما ضربت مفاصل المحافظة، لكن يمكن أن نشهد فعلا صراع بين أقطابها السياسية ومن أجل استلام زمام الأمور الإدارية فيها؟ نعم، هو هذا جزء من الفوضى الموجودة داخل للأسف الشديد داخل العملية السياسية، وما يحصل في محافظة صلاح الدين ربما يتكرر في محافظات أخرى، وهذا دليل أيضا على أن هناك خلافات كبيرة داخل يعني المكون السني والمكون الكردي والمكون الشيعي، بعد أن اعتقد الجميع أن ربما المكون السني بمنع عن هذه الفوضى. هذه الفوضى الحقيقية مسؤولة عليها القوى السياسية كافة. للأسف الشديد أن قرارا يصدر من مجلس النواب قرارا تشريعيا يرفض من قبل يعني محافظ. نعم. على العموم يعني الآن الموضوع يعني يجب حله يتم عن طريق اللجوء إلى القضاء، ولكن للأسف الشديد إحنا يعني بعد العام 2003 هاي قضية الاستفادة من مغارم السلطة هذه يعني دائما متلازمه مع جميع الاحزاب السياسيه، تريد الظفر بالمناصب التنفيذيه من اجل تمويل يعني احزابها وتمويل الكثير من مصالحها الذاتيه. انا اتوقع انه ما يحصل في محافظه صلاح الدين يمكن حله اذا تم يعني تسويه الكثير من الازمات. هذه الازمه طيب. يعني ازمه صلاح الدين هي مرتبطه بطريقه او باخرى بالازمه الموجوده في بغداد وضعف للاسف الشديد الحكومه المركزيه وحتى يعني هذه الدورة بالنسبة طيب. لمجلس النواب. لكن دكتور، سابقا كانت تخضع صلاحيات تنصيب وإقالة المحافظين لمجالس المحافظات سابقا فيما حولت الصلاحيات حاليا إلى رئيس مجلس الوزراء، لكن هل يحق له اليوم تنفيذ هذه الصلاحيات بظل حكومة تصريف أعمال؟ لا لا لا، بالتأكيد يعني هذا الموضوع يعني أيضا قلت لك مرتبط بحالة الفوضى الموجودة في بغداد.
حكومة لا تمتلك الصلاحيات، برلمان شبه معطل، خصوصا يعني هناك الكثير من الخلافات، وهذه الخلافات السياسية أثرت على سير البرلمان، وإلا البرلمان كان يجب أن يكون برلمان إصلاحيا لحد هذه اللحظة. وأنا يعني أعتذر من السيد النائب، لحد هذه اللحظة يعني نشاط البرلمان لم يكن بالمستوى يعني المعهود والمرجو منه. فنلاحظ على هذا الأساس حصلت لدينا الكثير من المشاكل، وكان آخرها في محافظة صلاح الدين، وربما تكون هناك بعض المعلومات تشير إلى أنه أيضا ستتجدد مشكلة محافظة صلاح الدين، وهذه الخلافات الموجودة داخل تحالف السيادة ربما ستؤثر، وربما ستسحب هذا التحالف إلى المزيد من المشاكل، لأن للأسف الشديد أنه هذا التحالف رغم أنه تحالف يمتلك زعامات سياسية لكنه غير قادر على تسوية أزمة ظلت معلقة لأشهر داخل محافظة صلاح الدين، والكل كان يتوقع أنه هذه الأزمة سيتم حلها، لكن للأسف الشديد وصلنا إلى حالة الفوضى، وأنا أتوقع أنه ربما سيلجأ الجميع إلى القضاء، وبعد ذلك سيكون هناك الكلام للمحكمة الاتحادية. طيب أنا أيضا نرحب بالمحلل السياسي الدكتور زهير الشلبي، انضمنا مباشرة عبر سكايب من محافظة نينوى. أهلا بكم دكتور زهير. سابقا صلاحيات المحافظ دكتور كانت تخضع كتنصيب وإقالة محافظين كانت تخضع لمجالس المحافظات كما هو معروف، حولت هذه الصلاحيات بعد انهاء عمل مجالس المحافظات حولت إلى رئيس مجلس الوزراء، لكن هل يحق لرئيس مجلس الوزراء اليوم دكتور إقالة وتنصيب محافظين في ظل عمله كحكومة تصريف أعمال من الجانب القانوني؟ إذا تسمعني دكتور زهير، يبدو أن الصوت لم يؤمن مع دكتور زهير. أعود لك مرة أخرى سيادة النائب، اليوم هناك أزمة في إدارة صلاح الدين، والأزمة ما زالت مستمرة بين المحافظ المقال عمار جبر والمحافظ الجديد سيد إسماعيل، لكن الاثنان يمارسان المهام، الاثنان يصدران أوامر إدارية، هذا من مجلس من بناية المحافظة وهذا من دار ضيافة المحافظة، لكن ما مدى خطورة هذا الأمر إذا استمر أكثر؟ ما هي التداعيات القانونية أيضا؟ يعني من المفترض أنه بين قرار البرلمان والإجراءات المتبعة فيما بعد ذلك القرار لربما أنه المحافظ يدافع من خلال المحكمة الاتحادية ومن خلال الطرق القانونية، فلذلك هناك يعني وقت يتطلب، من المفترض أنه لا يكون هناك احتكاك بين نائب المحافظ وإلى استكمال المدد الدستورية أو الإجراءات، فغير مناسب لهذا الاحتكاك بين النائب المحافظ والمحافظ، لابد من هناك وقت لتكملة الإجراءات اللي هي تتبع إقالة المحافظ من عدم صحته. نعم. هناك يفترض أنه هناك طيب. وقت، لكن المحافظ اليوم هو يدير المحافظة من دار الضيافة، أعتقد بنفس الوقت توعد بإجراءات قانونية رادعة للمخالفين والمؤيدين لقرار إقالته وكل من خرج عن سلطة الإدارية، باعتبار أيضا راح أقدم قرار طعن أو طلب طعن أمام المحكمة لقرار البرلمان بإقالته. اليوم من المحافظ بشكل قانوني؟ أداء المحافظ خلال هذه المدة ربما يعطيه الشرعية حول ما المحافظ المقال، لأنه لا زالت لم تتم الإجراءات القانونية، لم تحسن. يحتاج أنه إجراءات تتممت الإجراءات اللي هي ما بعد القرار اللي صادر من البرلمان حتى يفوض وكيله بالعمل، لذلك أنه تدعي إلى هذا الاحتكاك، أنه هذه الممارسات اللي مخالفة للقانون هي أدت إلى هذا الاحتكاك وعدم الالتزام بالإطار الدستورية اللي هم المناطة بالعمل داخل المحافظة. طيب دكتور مجاشة، المحافظ المقال الآن يدير المحافظة من دار الضيافة، وكذلك يقول أن مجلس النواب أقاله يوم 19 من الشهر الحالي بدون إجراء تحقيق وبدون حتى استجواب. طيب تعرض إلى إدانة بقضية فساد
لم يتعرض أو إدانة بقضية فساد أو فقدان أي شرط من شروط رئاسة الإدارة المحلية، لكن هل حقا هناك إجراءات من هذا النوع يمكن أن تتعامل بها الحكومة أو حتى البرلمان مع أي محافظ وإقالته بدون أي سبب حقيقي أو أي قضية قانونية أو أي قضية فساد؟ نعم، هو بالتأكيد يعني هي حالة يعني غريبة، حتى إقالته تمت بطريقة يعني مفاجئة، رغم أنه إجراءات الإقالة يجب أن تكون هناك استجواب لسيد المحافظ ومن ثم يأتي إلى بغداد، لكنه واضح، وأنا لا أريد أن أشكك بقرارات مجلس النواب، لكن واضح أنه هناك ربما تكون في جنبة مالية سياسية في هذا القرار الذي اتخذ، وللأسف الشديد أنه يعني شخصية سياسية مثل محافظ صلاح الدين المقال يجب أن يكون أن يحتكم إلى القانون وإلى القضاء ويقدم شكوى للمحكمة الاتحادية لتبرئته أو ربما إعادته إلى المحكمة، لكن للأسف الشديد هذه حالة الفوضى الموجودة في العراق هي من يعني سمحت للكثير من الأطراف أن يعني تتعدى حتى على حدودها. بالنتيجة هناك قرار صدر من السلطة التشريعية وعلى المحافظ أن يطبق ويطبق القرار ومن ثم يلجأ إلى القضاء العراقي لمعالجة هذه الأزمة، أما أن يكون في المحافظة محافظين يعني يديرا المحافظة هذا شيء ربما سيؤثر حتى على بغداد، لأن صلاح الدين معروف بها أنه مساحات فيها مساحات كبيرة شاسعة وهناك تنظيمات إرهابية في أطراف المحافظة ربما طيب. داخل المحافظة سيؤثر بطريقة أو بأخرى حتى على سير يعني القوات الأمنية إجراءات القوات الأمنية المؤسسات الموجودة طيب. داخل المحافظة. طيب دكتور، دعونا أيضا نعود إلى دكتور زهيرة أو دكتور زهيرة شلبي إذا تم الاتصال بي. أهلا بك دكتور مرة أخرى، إذا كنت تسمعني، هل هناك فعلا فوضى إدارية اليوم في صلاح الدين؟ هل هو صراع مكاسب، صراع حزبي، أم يعني فعلا هناك تقصير من محافظين ويتم إقالتهم واستبدالهم؟ لا، هو الموضوع يعني كان واضح من قبل فترة، قبل إقالة الأخ مشعان الجبوري وقرار المحكمة بإبطال قانونية وجوده في البرلمان، وهذا الخلاف كان موجود ما بين أبو مازن وما بين الأخ مشعان الجبوري على مسائل كثيرة، وتتذكرون كان يتحدث محافظ صلاح الدين عن فساد كبير بالمحافظ اللي قبله، وعرض كثير من الأضابير اللي تتعلق بالفساد. هذا كان صراع موجود ما بين الطرفين. بعد إقالة الأخ مشعان الوضع أصبح أمام أبو مازن مفتوح الآن يعني، ولكن طيب. الشيء الغريب يعني ومن عنده الصلاحية لإقالة محافظ يعني هو المحافظ أعتقد درجته الوظيفية متعادل وكيل وزير، فهذا من اختصاص مجلس الوزراء، يعني يجوز مجلس الوزراء يصوت عليه بالتعيين وكذلك بالإقالة يعني داخل مجلس الوزراء. لكن مجلس الوزراء الآن دكتور زهير هو في حالة تصريف أعمال، يحق له أنه يعين ويقيل محافظين؟ لا لا، هذا أيضا مو صحيح يعني، ولكن يعني هو الإجراء كان هكذا، أنا داخل في حالة طبيعية طبعا، لكن البرلمان الشيء الغريب يعني العجيب خلينا نقول 200 نائب صوتوا على إقالة المحافظين، نواب الجنوب والوسط ماذا يعلمون عن محافظ صلاح الدين؟ هل جاء للبرلمان وتم استجوابه وعرضت أضابير الفساد مثل ما يقال وصار عندهم قناعة بأنه هذا فاسد مثلا يعني حاشا من هذا الكلام، ولكن يعني ماذا اللي حصل يعني كيف هذا موضوع خطير يعني اللي بما أنه السيد النائب موجود يام جنابك الآن أحييه أيضا يعني وضعنا هذه الصورة يعني كيف مثلا هم نواب صلاح الدين 12 نائب يعني هل يعني بموافقة 12 نائب صوتوا على إقالته 200 نائب؟ إذا أكو مشكلة، إذا أكو تكتل سياسي أو تكتل برلماني داخل قبة البرلمان، وهذا مو صحيح هذا الإجراء. طيب. يعني مثلا 200 نائب يصوتون على إقالة محافظ، ما أعرف شيء غريب هذا. إذن طيب. هذا بالمقابل دكتور زهير
بالمقابل يعني مشعان الجبوري راح يسكت عن إقالته وعن إقالة المحافظ القديم لصلاح الدين، راح يسكت له راح يكشف ملفات أخرى، ومن المعروف أن مشعان الجبوري لديه ملفات باعتبار علاقاته يعني واسعة بالجهات السياسية كلها، ويعرف ربما ما خفي من الأمور ولم يفصح عنه للإعلام سابقا. بعد إقالته ممكن أن نشهد تداعيات سياسية أكثر خطورة؟ يعني أنتم تعرفون السيد مشعان أكثر مني بالإعلام، يعني السيد مشعان ما يسكت يعني ويتحدث كثيرا يعني، وأكيد ما راح يسكت عن هذا الموضوع يعني، كونه يعني تعتبر يعني مشكلة كبيرة يعني مثلا نسمع قبل يومين أنه مجلس عشائر صلاح الدين يؤيد المحافظ الجديد، أنا ما أعرف المحافظ الجديد، وحتى المحافظ المقال أنا ما أعرفه شخصيا يعني، لا أعرفه حتى بالشكل ما أعرفه يعني بصراحة. لا. الآن شفته على شاشة التلفزيون عندكم، الموضوع يعني كيف يعني عشائر هم بعد يقررون مثلا يجلسون بينادهم يقررون هذا الموضوع، هذا المحافظ يصلح وهذا المحافظ ما يصلح، هذه سابقة خطيرة يجب أن يقف عند الحكومة العراقية والبرلمان. يعني بكرة إذا أرادوا إقالة محافظ، شنو الخطورة؟ وين وجه الخطورة دكتور زهير بإقالة محافظ من قبل البرلمان أو الحكومة؟ وين وجه الخطورة؟ أم الجانب السياسية ربما وحتى العشائرية اللي داخلة بهذا الموضوع السياسي العشائر راح تكون تولد مخاطر أخرى؟ اسمع لي خليني أكمل. تفضل. يعني بكرة زعل السيد مقتدى على محافظ البصرة وهو في تكتل الائتلاف الثلاثي يكونون 170 نائم، خلاص إذا زعل فلان على فلان باقي الكتلة كلها تصوت ضد هذا الشخص بدون استجواب وبدون عرض على مجلس النواب وبدون استضافة وبدون تحقيق مثلا، هذا الشيء مو طبيعي، برلمان يقيل وعين موظفين ويشيل محافظين ويشيل نواب، بكرة يشيل وزراء أيضا بدون علم رئيس الوزراء. هذا الإجرام. طيب يعني أفهم من كلامك دكتور زهير أن هناك توجه أو حراك للاستحواذ على مناصب المحافظين بتكتلات سياسية معينة؟ حبيبي هي نفسها كتلة الائتلاف الثلاثي هي تشكلت على الاستحواذ على السلطة لا أكثر ولا أقل، يعني خلي يفهمون أنهم إذا بما أنه ما قدروا يشكلون حكومة وما قدروا ينتخبون رئيس وزراء يستخدمون الصلاحيات والتكتل مالهم داخل قبة البرلمان ويصوتون على هذا ويجيبون هذا زين، ما أقيل محافظ النجف أشوف ما صوت عليه البرلمان، لماذا ساكتين؟ نعم. ليش محافظ النجف ما أقيل بسبب فساد بالإعلام؟ لا محافظ النجف استقال، قدم استقالته دكتور زهير. محافظ النجف يختلف، قدم استقالته. قدم استقالته معروفة السالفة يعني. نعم. إذا البرلمان بهذا الموضوع ليش ما يقدم استقالته للبرلمان؟ لكن محافظ بابل ربما قضيته يمكن تشابه مع محافظ صلاح الدين. شكرا لك دكتور زهير، دعني أعود إلى سيادة النائب جاسم. إلى أي درجة تشابه قضية إقالة محافظ بابل مع إقالة محافظ صلاح الدين؟ لو أكو أيضا شبه باستقالة محافظ النجف؟ أنا مع كلام الدكتور، هناك نفوذ سياسي داخل البرلمان يؤسس إلى برنامج هو مقتنع به، لذلك يصعب التواجه مع هذا النفوذ داخل البرلمان، خصوصا حتى على مستوى يعني حوارات تخص قوانين مهمة بالمجتمع ربما تمرر من خلال لجنة معينة بحضور أغلبية ونفوذ داخل هذه اللجنة. نعم. وصل المرحلة إلى أنه نثير نقاشات حول قوانين أنه غير مقتنعين بهذه القوانين. طيب هناك استحواذ على مناصب كانت تعود لكم كمحافظين وغيرها، أيضا تم تهميش قوى الإطار من قضية اللجان النيابية بشكل كبير، بالمقابل الإطار وقواه ودولة القانون ما راح يكون عندكم تحرك سياسي تحالفي؟ لربما هناك حوارات ويعني وتذكير، ولكن ما يحكم بالنتيجة هو النفوذ السياسي أو حجم القوى السياسية داخل البرلمان بالأكيد. طيب دعونا قبل الختام نطلع على نتائج الاستبيان والسؤال اللي طرحته قناة الأيام لبرنامج الحصاد، هل تعتقد أن الفوضى الإدارية في صلاح الدين هو صراع مصالح ومكاسب سياسية؟ كانت الإجابات 85% نعم، 10% كلا و5% متحفظ.
الشكر الجزيل لكم النائب عن ائتلاف دولة القانون السيد جاسم الموسوي، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك. والشكر لكم المحلل السياسي الدكتور مجاشع التميمي، كنت معنا ضيفا كريما بالصوت والصورة. والشكر أيضا للمحلل السياسي الدكتور زهير الشلبي، كان معنا ضيفا كريما عبر سكايب من محافظة نينوى. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.